تؤمن الكنيسة القبطية بصعود جسد العذراء إلى السماء وتعيد له في 16 مصر. هنا هقف معاكم شوية وهقول إن العذراء مريم لما راحت بيت يوسف خرجت وكان عندها 12 سنة، وظهر ليها الملاك غبريال وأنبأها إنها ستحبل وتلد ابنا، وإحنا بنحتفل بالتذكار ده في 29 برمهات من كل شهر، وكان عمر العذراء 13 سنة و11 شهر و4 أيام. العذراء بدرت الملاك وقالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا، لست أعرف رجلا، دي لوقا 1:34. رغم إن العذراء في عقد زواج رسمي بينها وبين يوسف النجار، وكانت موجودة في بيت يوسف النجار وهو الزوج الرسمي حسب النظام اليهودي، اندهشت من بشارة الملاك ليها لما قال لها ستحبلين، وهو لم يحدثها بصيغة الحاضر بل كان يكلمها بصيغة المستقبل. ليه هذا الاندهاش؟ دليل على عزيمتها الصادقة وإصرارها على حياة البتولية والعفاف. فبدأ الملاك يطمنها ويقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. لما شعرت واقتنعت بأن هذا الحبل سيتم بطريقة لا تنقض نذرها بالبتولية، يعني هتفضل بتول، قبلت وقالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. السيدة العذراء ولدت السيد المسيح، كان عمرها حوالي 14 سنة و8 أشهر و4 أيام، وده كان في 29 كهك.